سيداتي وسادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد فيديو جديد على قناتي وقناتكم إيناس بوبكري. إذا مرة أخرى تحية طيبة لجميع المقاولين والمقاولات وحاملي المشاريع اللي تيشوفونا. موضوع اليوم هو موضوع جد مهم بالنسبة للمقاولة ديالنا كالعادة، بحيث أننا اليوم غادي نتكلموا على لا نوسيون ديال الكاش فلو. الكاش فلو اللي هو ان انديكاتور برينسيبال ديال يعني لا بون سانتي فينانسيير ديال لونتربريز، واللي كيعطينا مجموعه من لي زانتيز كان هاد السوسيتي راه خدامه مزيان، راه كتجينيري الكاش، وكيعطينا فكره على لا فالور ديالها ولا سوسيتي كي ديغاج دي كاش فلو. فاي واحد لا سوسيتي اللي تقدر انها تانفيستي دون لو فيتور، وكذلك تقدر انها تجينيري دي ديفيدوند. فالناس اللي مهتمه بهذا الامر نكتشفوا اليوم كيفاش يمكننا ناميليوريو الكاش فلو ديال المقاوله ديالنا. اول نصيحه باش ناميليوريو لو كاش فلو ديال المقاوله ديالنا هي يعني يكون عندكم واحد لو سكورين لا كليونتيل ديالكم. الا ما بغيناش نردوها دو مانيير كوربو بزاف، يعني بطريقه بسيطه، هي اننا نتسائلوا على لا سونتي فينانسيير ديال لا كليونتيل ديالنا. ماشي اي كليان جا عندنا فا اوتوماتيكمون راه غادي نخدموا معاه، باسكو يقدر داك الكليون يكون ان موفي بايور، نقدروا غادي نضيعوا معاه الوقت والطاقه، ولي زومبلوي ديالنا غادي يمشيو يخدموا عنده ايتسيتيرا. فا بيان سور سا كونسوم دي سالير، سا كونسوم دو طون، سا كونسوم بزاف ديال الحوايج، وفي الاخر ما يخلصناش. لذلك دائما نسالوا على يعني لا سونتي فينانسيير اولا لو سكورين ديال لا كليونتيل ديالنا، ونكونوا اكزيجون في لا نيغوسياسيون ديالنا، ونحسنوا من فنون التفاوض ديالنا. يعني مثلا تقدروا دومونديو مع ان كليون ان بايمون انتيسيبي على سبيل المثال بوغ اميليوري الكاش فلو ديالكم. يمكن لكم واحد لو كليون توقفوا الشراكه معاه، يعني لحقاش هذاك لو كليون الا جيتو تاناليزيو دو مانيير اناليتيك غتلقاو راسكم ضايعين معاه ماشي رابحين معاه. فلذلك النصيحه الاولى هو اننا نستعملوا لو سكورين كليونتيل، اولا نتسائلوا ونسولوا على لا سونتي فينانسيير ديال لا كليونتيل ديالنا. فالناس اللي مازال ما شافوش لو ديرني بوست اللي درتو في انستغرام، فاش كتبت لكم سيبلي موان مي سيبلي ميو، او لا less is more. فهاد القضيه راه مهمه. بعض المرات كنلقاو راسنا كنتعاملوا مع الاغلبيه الساحقه، مع ان سيغمون، ولكن مخليين لو سيغمون دو كليونتيل اللي هو اللي خاصنا نتعاملوا معاه بالاساس، اللي هو اللي غادي يدخلنا اون ميير رونتابيليتي، اللي هو اللي الا سيبلينا هو. بعض المرات لا سوسيتي بعد تواجد يعني عيني اللي يقدر يكون مع ماين مثلا ديال التواجد، تقدر تبدل لا استراتيجي ديالها، اولا تقدر تراجع نفسها في لا استراتيجي ديالها وتقول انا الى سيبليت هاد لا كاتيجوري دو كليونتيل عوض هاد لا كاتيجوري، فغادي يكون عندي الامباكت اكثر. فهذه هي النقطه اللي بغيت نتكلم عليها اولا وقبل كل شيء. النصيحه الثانيه بور اميليوري لي كاش فلو هو لوبتيميزاسيون ديال لو سيكل دي فونت. كيفاش؟ يعني مثلا انت ساليتي واحد الخدمه كما قلت في الفيديو السابق، ف صيفط لا فاكتور ديالك لو بلو تو بوسيبل، ما تسناش شهر 15 يوم 20 يوم عاد صيفط لا فاكتور ديال ديك الخدمه اللي نتايا ساليتيها. هذه من جهه ديال لا فاكتور، يعني شحال ما قديتي تونكيسي يعني لو شيفر دافير ديالك قبل، شحال ما مزيان، شحال ما نيغوسييتي، شحال ما قديتي تونكيسي قبل، يعني شحال ما لو طون ديال لو ريكوفرمون ديال لي كريونس كليون ديالك كان قليل، وشحال ما لو طون دو ريغولاريزاسيون ديال لي ديت فورنيسور ديالك كان كبير، شحال ما مزيان هادشي لا تريزوري ديالك. النقطه الثالثه هي انكم يمكن لكم تبدلوا لو مود دو فاكتوراسيون ديالكم. مثلا الا كنتو دايرين اون فاكتوراسيون ديال على يعني تخلص على 30 جور على سبيل المثال، يمكن لك انك تبدلها تولي دير في لو ريغلومون انترن ديالكم الخلاص على 15 جور. فبطبيعه الحال بزاف ديال لي كليون ديالك اللي كي سون ديجا اكزيستون ما غاديش يتاقلموا مع هذا الشيء من الاول، وما غاديش يتبعوا هذا النظام من الاول، ولكن سا تو بيرمي او موان en termes de négociation, de relance, de recouvrement, et ou de m'attirer là, 40 jours,
غادي تولي تخلص في ديك 30 يوم اللي كنتي انت دايرها مسبقا. يعني انت مثلا عوض ما كنتي داير 30 يوم رديتيها 15 يوم، فعوض ما تلقى راسك او فينال كتخلص على 40 يوم، غادي تلقى راسك كتخلص على ديك 30 يوم اللي كنتي دايرها مسبقا. ف يعني بطبيعه الحال يمكن تعديل او لا فو بوفي ريفوار votre mode de paiement أو لا de facturation وشحال ما قللتيه الى زادو تعطلوهم شويه يلاه طيح في ديك لادات اللي انت نورمالمون باغي تخلص فيها. وبطبيعه الحال النصيحه الرابعه pour améliorer les cash flow ديالكم هو انكم تحاولوا de lisser les charges annuelles. وبطبيعه الحال كي دي لي شارج انويل اوتوماتيكمون اون فا باسي بار دي شارج مانسويل داكور. فبالتالي نحاولوا دائما نطرحوا على راسنا التساؤل شنو هما لي شارج اللي عندنا، كوما اون فا فير بور لي زاميليوري، كوما اون فا فير بور لي اوبتيميزي، كوما اون بورا لي ريدوير داكور. فمثلا عندنا هاد لا شارج كتسوى هكذا، غادي نقلبوا على اون التيرناتيف كي فا نو بيرميتر مثلا لي ميم ديلي لا ميم كاليتي اتسيتيرا مي بان بري كي بلو كومبيتيتيف. فدائما الهوس ديالك في المقاوله ديالك خاصو يكون جوج حوايج، كومون جو في فير بور اميليوري مون شيفر دافير، شنو غادي ندير، واش غادي نقلب على دي بارتناريا جداد، واش غادي نفيزي دي مارشي جداد الى ما غير ذلك، اي كومون جو في فير اون كونتر بارتي في اليد الاخرى، كومون جو في فير بور اوبتيميزي لي شارج اللي عندي في المقاوله. ففوالا الاخوان والاخوات هادو هما اربعه ديال النصائح اللي بغيتكم تطبقوهم بطبيعه بطريقه يوميه بور اميليوري لو كاش فلو. الكاش فلو شوفوا غير سميتو الكاش فلو، يعني فوالا لو كاش. دونك بطبيعه الحال الا طبقتوا هاد النصائح بطريقه يعني اللي هي يوميه شهريه وبالتالي سنويه، فغادي تمكنوا من انكم تاميليوريو بطبيعه الحال لا سونتي فينانسيير ديال لونتربريز ديالكم، تكون غاده من الحسن الى الاحسن كالعاده. فنتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله باش نتكلموا على مواضيع مقاولاتيه جديده. الناس اللي ربما جديده في القناه، انا ايناس والقناه ديالي مختصه في المواكبه المقاولاتيه. الا كتشوفوا ان هذه القناه كدير مجهود وبغيتوا تنسوا ما تدعموا المحتوى البناء والهادف باش حتى هو تكون عنده الفرصه ديالو ويطلع في الصوره، ما عليكم الا تضغطوا على زر لايك وانكم تبارطاجيو هاد لا فيديو مع المحيط ديالكم لتعم الفائده. انا غادي نستناكم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ديالي، لينكدين الا بغيتوا تضموا بلو ريزو بروفيسيونيل ديالي، وكذلك الانستغرام اللي كنكون حاضره فيه ان بو بلوس كو يوتيوب. ففوالا الاخوان والاخوات، شكرا على المشاهده حتى النهايه، حفظكم الله ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. تحياتي والى اللقاء.